بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم. وكلام في الطب، اهم كلام في الطب في التوقيت ده هو التخسيس، هو السمنه. تعرضنا لحاجات كتير، خارجين من ايام جميله، ايامنا كلها اكل في اكل، قاعده في البيت، حجر صحي في البيت، فالحجر تعودنا انه يكون اكل، ادى لزياده وزن رهيبه. التالي ناس كتير خايفه تروح المراكز الطبيه، ناس كتير خايفة تروح للدكاترة. علشان كده أما قلنا النهاردة في كلام في الطب كلامنا مهم. ليه؟ علشان هنقول لكم هتخسوا من غير ما تحسوا، هتخسوا في أسرع وقت، هتخسوا وانتوا قاعدين في بيتكم ومحافظين على نفسكم، مش هتخرجوا من بيوتكم. هنسمع النهاردة أحد أباطرة التخسيس، فهو رئيس وحدة أبحاث العلاج الطبيعي بمركز البحوث، صاحب محاضرات كثيرة جدا في التغذية العلاجية، هو من أصاب في موضوع ازاي نقدر نخس في فترة بسيطة بتناول المواد او الاعشاب الطبيعية المرخصة من وزارة الصحة المصرية. الاستاذ الدكتور احمد مشعل، رئيس وحدة ابحاث العلاج الطبيعي بمركز البحوث. اهلا بك يا دكتور احمد. اهلا اهلا بحضرتك يا دكتور محمد، شرفنا وتنورنا. ربنا يخليك، ربنا يخليك دكتور احمد. انا بقول لحضرتك وزن زاد في الفترة الاخيرة. مجموعة العوامل اللي أدت لزيادة الوزن في الفترة الأخيرة هي مجموعة عوامل كتيرة، منها التوتر والقعدة في البيت لفترة طويلة، منها إن إحنا ما عندناش حاجة تانية نعملها غير الأكل. معظم الناس كانت قاعدة في البيت الفترة اللي فاتت، يمكن ما عندهمش بدائل أخرى غير إن هو يخش المطبخ، ويمكن حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كنا بنشوف الفترة اللي فاتت واحد بيعمل أكلة ويفنن ويقوم حاططها على الفيسبوك ولا على الحقيقه انه زياده الوزن اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، احنا محتاجين اليومين دول نحافظ على مناعتنا يا دكتور محمد. كويس. لان المناعه هي مفتاح عدم الاصابه باي فيروس او اي مرض او كذا. السمنه بتؤدي لعدم مناعه، الى نقص في المناعه. نقص في المناعه، نقول تاني، السمنه تؤدي الى نقص في المناعه بغض النظر عن بقيه ال 52 مضاعفه صحيه اللي بيعاني منهم مريض السمنه، من الضغط الى الكوليسترول الى الضعف الجنسي وتكيس المبايض الى خشونه المفاصل او الام اسفل الظهر وهي قائمه طويله جدا، ويمكن معظمنا حافظين مريض السمنه بيمر بيه. انت حضرتك بتقول الامراض دي قائمه طويله ومستسهلها تاخر الانجاب او المبايض او الضعف الجنسي او سكر او خشونه، كل دي امراض خطر. احنا بنبتدي نشعر بالخطوره مش وقت ما نتلم. تمام. لانه غالبا دلوقتي واحد يقول لك ايه الكرش عز او بنوته تقول لك ايه والله انا عاجبني جسمي شكلي كده، حاسه ان انا جسمي معقول. طيب. انا مش عايز اخس. نبتدي نشعر ان في مشكله اول ما نصاب بمرض ما، بمعنى ابتدي اشعر ان انا عندي مشكله لما يحصل تاخر في الانجاب او اضطرابات الدوره الشهريه، او مثلا الاقي ان انا عندي الام اسفل الظهر، او لا استطيع ان ابذل نفس المجهود اللي انا كنت ببذله. كويس. كتير قوي ان الناس الفتره اللي فاتت نتيجه السمنه كانوا يشعروا بضيق تنفس، وبعدين يقول لك هو انا اصبت بفيروس ما ادى الى ان انا نفسي تقيل؟ لا يا حبيبي، انت سمين والسمنه بتاثر على قدره جسمك على ان هو ياخد النفس بالطريقه الطبيعيه. تمام. حتى على كميه الاكسجين في جسمنا. ولذلك يمكن في الفتره دي يا دكتور محمد مهم قوي ان احنا نخفض الوزن علشان نبتدي نحافظ على الصحه العامه. تخفيض وزن عشان نحافظ على الصحة العامة. كويس. مش علشان شكلي وبس. في فترة ما كان الحكم على الشخص السمين شكله، يعني والله أنا معجب بشكلي أو راضي عن شكلي، لا شكلك سمين مش قادر تلبس بدلة. وناس كتيرة قوي في الفترة اللي فاتت مع الحجر المنزلي ما كانوش بينزلوا شغلهم، وهو شغلهم كله بدل وبيبقوا أمامير زي حالتك كده. لا زي حالتك بقى لا وضروري يلبس البدلة الشيك بتاعته، تلاقيه لما ابتدى ينزل من الحجر ابتدى يحصل له كرش او كذا. صح. احنا بقى مشكلتنا النهارده مش الشكل. تمام. هو يا ترى السمنه ممكن تؤدي الى ايه من المضاعفات في الايام البيضه اللي جايه دي؟ الله، الايام البيضه اللي جايه انا مش عايز انزل من بيتي، مش عايز اروح مراكز طبيه، عايز اخس في اقل وقت. حضرتك جيت وقلت لنا ان في كورس التخسيس هيبقى موجود مع حضراتكم على الشاشه، المنتج موجود على الشاشة، شنطة متكاملة من الكورس التخسيس اسبا موجود على الشاشة. ده احنا طلعناه برة الشنطة علشان نقدر نعرف ايه هو المحتوى بتاعه وازاي نوصل للوزن المناسب. تاني حاجة العلبة هنشرحها او الدكتور احمد ان شاء الله هيشرح لنا
كل حاجة موجودة معانا على الهوا. أنا كنت أتمنى يعني إن حضرتك تيجي تقولي العلبة دي فقط هي دي اللي هتخسسك، ليه عملت محتوى كبير أو منظومة داخل شنطة ما يسمى كورس التخسيس؟ شوف، مفيش حاجة اسمها الدواء السحري، ما حصلش، مفيش ما عندناش العلاج السحري أو الدواء السحري اللي هو أنا هاخد القرص وبعد شوية هخس. حتى الجراحة لا تعتبر هي العلاج السحري، لكن احنا بنتعامل مع منظومة. والله أنا عايز أقفل الشهية لأن عندي زيادة في، عايز أكل كتير، وكمان عايز أرفع الحرق لأن مجهودي ابتدى يقل، وكمان أنا عايز أخد شوية فيتامينات عشان أضمن إني مع الدايت ما يحصليش نقص في المناعة، كمان أنا عايز آخد سكر دايت لأني بقيت أشرب مشروبات كتير، طول ما أنا قاعد بروح أعمل مشروبات وأرجع، فلأ لازم أقلل على المحتوى. الأقل لو معلقة سكر واحدة بالظبط. هتضر. مش طب لأ، مش معلقة سكر واحدة بس، هو محدش بيروح يشرب مرة واحدة في اليوم معلقة سكر واحدة. أنا قصدي لو على كل مرة معلقة سكر إحنا هتيجي لينا من ثلاث معايا. معالق ماكسيمم طوال اليوم. الله يكرمك. طيب ده الشخص اللي عايز يعمل دايت، دايت ليه ثلاث معالق سكر ابيض طوال اليوم. تمام. مين بقى قاعد في البيت فاضي ورايح جاي على المطبخ وهيلتزم بالثلاث معالق؟ كمان انا ضد الحقيقه ان انا اعذب الشخص اللي عايز يعمل دايت. الافضل ان احنا نديله البديل الامن اللي يخليه يشرب براحته، وفي نفس الوقت يعني ما يزودلوش وزنه. خلينا نقول ايه هي المحتويات. كويس. المحتويات يا دكتور عشان بس ما نبرجلش الناس، كلها المشاهدين موجودة في موجودة وان شرح سيت. ليها، هيظهر هيوصل مع الشنطة الخاصة بالدكتور أحمد مشعل اللي هيشرحها لنا حاليا، تقدروا تعرفوا كل التعليمات. فحضرتك قول لنا ليه حضرتك بدل ما تديني منتج واحد عملت شنطة متكاملة بسعر المنتج الواحد اللي موجود أو متاح في السوق. ده بنشكرك كلام جميل. عليه. دي حاجة. الحاجة التانية الفوائد ايه وليه ما عملتهمش كلهم في مكان طب ما واحد؟ تسالني سؤال يا دكتور محمد. لا والنبي سؤال لا 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 حضرتك استاذ كبير فلازم اهجم عليك بالاسئله. طيب اذا وقعت حاجه لو سمحت فكرني. ما احنا مع بعض بقى. طيب رقم واحد، خلينا نتكلم عن حاجه اسمها السيليوم هاسك. والسيليوم هاسك ده من الحاجات الفايبرز المهمه قوي يا جماعه علشان خاطر تبتدي تشعر بانك انت فقدت الشهيه. غالبا ايه هي المشكله بتاعت المريض بتاع السمنه؟ تسمع منه يقول لك والله انا مش قادر امشي على دايت، انا الاكل بيغريني، او انا لما بشوف وجبه حلوه كده بتتمشى قدامي في البيت لازم اروح اكل منها. لانك انت عايز تاكل. في احنا عندنا على فكره مش بس الجوع ده، احنا كمان عندنا الاكل بالتعود. الاكل بالتعود، هو طول ما هو قاعد يتعود ان هو ياكل. صحيح. فاحنا عندنا السيليوم هاسك دي فايبرز او الياف طبيعيه. هذه الالياف الطبيعيه بتنتفخ في بطنك مع السوائل. بتنتفخ دي حاجه وحشه؟ لا، دي حاجه كويسه. بتعمل كتله جيلاتينيه. هذه الكتله الجيلاتينيه بتبتدي تحتل مساحه من المعده، تقريبا 30% من معدتك. فانت حتى لو ما انتظمتش على نظام تغذيه، انت 30% من الوجبه المعتاده بتاعتك قل، ضاعت، راح. بالتالي لازم هتفقد وزن. تمام. يبقى انا بتحكم رقم واحد في الشهيه او قدره المريض على انه ياكل او يطلب اكل. انا ليه بسمي السمنه مريض؟ علشان الناس هتزعل مني. السمنه مرض يا جماعه، وما نتكسفش ان احنا نقول ان انا عندي مشكله، ومشكله تؤدي الى مشاكل اكبر. ربنا يحفظكم كلكم. لكن يجب ان نتعامل مع زياده الوزن ليس على انها رفاهيه ومشاكل شكليه. تكفي ان هي بتقلل المناعه زي ما حضرتك قلت. فاحنا بنتعامل مع السمنه على انها مرض، خصوصا في وقت احنا عايزين نحافظ فيه على قدرتنا على التنفس السليم وعلى الحركه السليم. طيب يبقى السيليوم هاسك احنا قلنا ان هو فايبر، وده موجود في السبا فايبرز، ودي هتلاقوها بطعم الاناناس وبطعم البرتقال. يعني طعمها كويس، مقبول جدا. طيب جدا. بتملى المعده حضرتك 30% من 30 مثلا ل 50. دي يعني خلينا نسميها يا دكتور محمد البالون الطبيعي للمعده. البالونات اللي احنا المعدة بندفع فيها الطبيعي. الاف الجنيهات. بتملانا المعده في اليوم. اليوم على مدار اليوم. على مدار اليوم. كويس. بيبقى نسبه الشهيه بتاعتي قل 30% على الاقل. تمام. دي اول حاجه. دي من اهم حاجه. دي اهم حاجه، لان زي ما قلنا احنا ايه مشكله الدايت؟ ليه الناس بتهرب من الدايت؟ عشان الشعور بالحرمان. ايوه. انا عايز اكل وفي نفس الوقت انا عايز انزل وزن، فانا مش مانع نفسي. مانع نفسي. ودي صعبه. دي صعبه. ماشي. طيب انا هسهل لك الموضوع ده، وهخليك تقص من الوجبه بتاعتك 30% من قدرتك على استيعاب الطعام طوال اليوم عن طريق امن. ما هو؟ ان احنا ناخد الياف السيليوم
هاسك، ودي بطعم مقبول جدا، قلنا بطعم البرتقال بطعم الاناناس، مدعمه يا جماعه بمجموعه فيتامينز. ليه الفيتامينز؟ ايوه، ليه نحط فيتامين سي في الاناناس؟ ليه نحط فيتامين سي في طعم البرتقال؟ عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه، وانت بتاخد السيليوم هاسك اللي بطعم البرتقال والاناناس، لازم تبقى عارف ان فيتامين سي مضاد قوي جدا 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 للاكسده يا دكتور محمد، فهيقلل اكسده الدهون في جسمنا. رقم اتنين، ماشي، مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان فيتامين سي كويس قوي علشان خاطر المناعه، وعلشان خاطر زي ما قلنا الايام البيضه، وبيشد الجلد. سبحان الله، طبيعي طبعا، مش بيؤدي ايه لانتاج الكولاجين. بس انت جايب لي كمان حاجه لشد الجلد. طب خليها دي في خليها في الاخر. خليها في الاخر، ماشي خلاص، علشان ما دربكمش. احنا بناخد السيليوم هاسك مره يوميا قبل الوجبه الرئيسيه علشان نقلل 30% من قدرتنا على استيعاب الطعام في الوجبه الرئيسيه. هاي بقى طعم مقبول، لا يؤثر على مرضى الضغط، لا يؤثر على مرضى السكر، لا يتداخل مع ادويه اخرى. يعني مثلا ممكن نقول ان بعض الادويه التي تحتوي على عناصر كيميائيه يا دكتور محمد، زي ما كنت بتقول لي ليه ما اديتنيش قرص واحد، بعض الاحيان بيتداخل مع منتجات اخرى، بعض الاحيان بيؤدي الى شويه توتر، شويه انفعالات، و و و لا، احنا هندي ده منتج طبيعي ولا يتداخل، ومش هيحصل لي اي اثار جانبيه، لا العصبيه ولا عصبيه ولا توتر ولا سهر بالليل ولا صداع، اللي هي الاثار بتاعه الادويه اللي سيادتك عارف. هي خلاص. وقلنا كمان في السيليوم فايبرز اللي هي السبا فايبرز اللي بتقلل الشهيه، انه مهم جدا ان احنا نبقى عارفين انها البديل الامن لجراحه بالون المعده. تمام، يعني انا لو مشيت عليه اكني عامل بالون معده اللي انا بدفع فيها الاف الجنيهات، فانت يوميا معلقه بتاخدها بتلاقي نفسك معدتك ممتلئه طول النهار بكلام فارغ. فلوس هتعرفوا حضراتكم عن طريق الارقام اللي بتظهر. الشنطه اعتقد فيها 30 كيس يا دكتور محمد، مظبوط؟ تمام، 30 كيس ل 30 يوم هتقضيني لمده شهر. مهم قوي ان انا اكد على معلومه مهمه، نسمع امهات كتير بترضع تقول لي يا دكتور هل انا ينفع اخد هذا المنتج وانا برضع؟ ايوه ينفع، لانه منتج طبيعي مش هينزل فيه اللبن بتاع الرضاعه. هل الدايت ينفع للناس اللي بترضع؟ ايوه طبعا ينفع للناس بالطريقه دي، بالطريقه الطبيعيه بالمنتجات دي، مش هيأثر خالص على الطفل، مش هيأثر يا فندم. التغذيه السليمه تخلي رضاعه الام الطبيعيه افضل واحسن. تمام، هو كده. طيب اول حاجه اتكلمنا عليها الفايبر اللي هو بيملأ المعدة. هنكمل الست حاجات بعد ما اخد، معلش شيماء، اهلا بيك يا شيماء. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اتفضلي يا فندم. هو انا حضرتك يا فندم سني 30 سنة، عندي سنة مفرطة، فانا كنت وزني 95 كيلو، متجوزة من 7 سنين، والوزن ده مأثر على التبويض. الطول يا استاذ شيماء؟ الطول يا فندم 158 سم. 58؟ 158. ايوه تمام. بتعاني من اي مشاكل مزمنة يا شيماء؟ نعم يا فندم. بتعاني من اي مشاكل صحية؟ لا، هو انا بس عندي حساسية على الكبد. حساسية صدرية. ايوه. ومأثر على التبويض. ايوه، عندي تكيفات والدهون على التبويض، فقلب الخلفة مستحيلة يعني. لا مفيش مستحيلة ان شاء الله. لا الدكتور احمد بيقول لحضرتك مفيش حاجة اسمها مستحيلة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. طيب يعني انت عايزه تنزلي وزن كام كده عشان تكوني يعني مبسوطه وفرحانه من نفسك؟ 50 كيلو عشان يبقى مثالي الوزن. لا انت طماع. ده نيتك يا دكتور 58 كيلو. طماع. تسلمي والله يا شيماء. شكرا يا شيماء. شكرا ليك يا شيماء. هنجاوب حضرتك بعد ما نسمع محتوى شنطه كورس التخسيس اللي موجوده قدام حضراتكم على الشاشه بما يحتويه من منتجات. دي الشنطة اللي هتوصل لكم حتى باب البيت، داخلها منتجات عدة. هنعرف ايه هي المنتجات. اول حاجة عرفنا من الدكتور السيليوم اللي بيملأ الفايبرز، وقلنا انها امنة معك معظم المشاكل الصحية. تمام. ولا تتدخل مع العلاجات، وامنة مع الامهات اللي بترضع، وده مهم قوي. وهنسميه بديل البالون او الوجه الاخر للبالون. ده اللوجو. 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 واحد. طيب اتنين. رقم اتنين. تمام. خلينا نقول انه في حاجة مهمة قوي اسمها القهوة الخضراء. يا جماعة انتوا بتتناولوا القهوة الخضراء من عند العطار غلط. تلاقي مريض يجي يقول لي ايه؟ يا دكتور ده انا باربع 3 لتر قهوة خضراء في اليوم ولا حصل لي حاجة. ايوه، انت بتاخد قهوة خضراء، ما بتاخدش خلاصة القهوة الخضراء. خلاصة القهوة الخضراء يا حبيبي بتحتوي على حاجة اسمها الكلوروجينيك اسيد، وهذا الكلوروجينيك اسيد، وده شيء مهم جدا وعنصر مهم جدا، بيؤدي الى تقليل تكوين الجلوكوز والسكريات والدهون الناتجة عن تخزين السكريات في جسمك، وبالتالي بتوقف انتاج الدهون. رقم اتنين في القهوة الخضراء الكافيين.
طب يجي مريض يقول لي والله انا عندي ضغط وما ينفعش اخد كافيين، لا، الكافيين اللي موجود في القهوه الخضراء ده ليس الكافيين اللي بيرفع الضغط، وعموما هو الكافيين ما بيرفعش الضغط، اللي بيرفع يعني ده يعني دي كلها حاجات سيستماتيك لا تؤدي الى ارتفاع الضغط وامنه تماما مع مرضى الضغط. طيب الكلوروجينيك اسيد بيعمل ايه؟ قلنا ان هو مضاد اكسده، بيعمل بيمنع اكسده الدهون. رقم 2 الكلوروجينيك مهم جدا علشان يؤدي الى تقليل انتاج الجلوكوز في الكبد، فبالتالي بيحصل تخفيض يا دكتور محمد في كميه الدهون المخزنه. رقم 3 وده مهم قوي، تقليل الشهيه، بيؤدي الى تقليل الشهيه. خلينا نقول لو حضرتك مثلا، وانا هتكلم بقى عن الشاي العادي والقهوه العاديه، قبل ما تروح تاكل شربت فنجان قهوه، هل يا ترى شهيتك بعد ما خدت فنجان القهوه العادي مش اللي هو خلاصه وليس عليه اضافات طبيه تدعم موقفه وليس عليه رقابه صحيه، هل الفنجان القهوه العادي ده شهيتك بعديها هتكون زي ما هي كانت من غيره؟ لا طبعا. شور طبعا، حضرتك بتتحداني. اشرب فنجان قهوه وجرب. انا عايز اخس. اشرب فنجان قهوه عاديه من البيت وجرب. تمام. فتخيل بقى لو انت خدت خلاصه القهوه الخضراء، قهوه متخصصه، ايوه تمام، عليها كم كبير جدا من مضادات الاكسده. تمام. عليها كم كبير جدا من مضادات الاكسده، الفيتامينز مضافه اليها. أيوة. يعني القهوه الخضراء فيها كلوروجينيك اسيد وكافيين هيعملوا مضاد اكسده وهيقللوا الشهيه ويمنعوا امتصاص الدهون، بالاضافه الى مجموعه اخرى من العناصر الغذائيه اللي بتؤدي الى عدم اكسده الدهون في جسمك وتخفيض الوزن بالتالي. تمام ده هايله. اه طبعا. طب دي لوحدها كفايه؟ لا ما نقدرش نقول كده. تمام. ليه بقى؟ الله يكرمك. ماشي. هي بتؤدي الى تخفيض الشهيه. انا ابتديت بالموضوع ده ولا ابتديت بان هي مضاد اكسده؟ ابتديت انها مضاد اكسده، شغلتها الرئيسيه مضاد اكسده. كويس. ولكن تلعب كومبارس كده او سنيد في موضوع الشهيه. تمام. لكن السيليوم فايبرز او الياف بتاعه سبا وظيفتها الرئيسيه شغلتها لكن مضاف ليها فيتامين سي يشتغل مضاد اكسده. تمام. يعني فهمت. طيب حضرتك مقوي حاجه معينه عشان حاجه معينه وفيها جزء من الحاجات الباقيه وهكذا. ماشي خلاص. تمام. يعني لازم هذه المجموعه يا جماعه بتسند بعضها، وعشان كده احنا بنتكلم عن شيء متكامل. كويس. شيء منظومه، علشان يجي واحد يقول لي يا دكتور انا ما باكلش لكن حرقي ضعيف، يبقى انت ليك حقن. واحد يقول لي يا دكتور انا ما بقدرش اكل عشان انا ما بقدرش اعمل دايت لان انا باكل كتير، ليك حل. واحد يقول والله خدت بالك انا اصلي ما باكلش خالص بس بحط 10 معالق سكر في كوبايه الشاي، يبقى ليك حل عندي. خلاص. يبقى اذا احنا شغالين على المنظومة الكاملة للتخسيس. تسلم يا دكتور، تسلم والله. حضرتك دخلت جوه الناس طبعا عشان مرضاك، يعني عرفت ايه الطلبات بتاعتهم بالظبط وقدرت تقول لهم انا قفلتها لكم تماما، هتجيلي من هنا انا موجود اقفل لك الطريق. هو الحقيقة برضو انت لازم يا دكتور محمد تنظر بعين من التعاطف مع مريض السمنة. الله يكرمك. ليه؟ لانه مريض السمنه هو في الاول وفي الاخر اتعود على مستوى جلوكوز معين في دمه، معدته متعودت على حجم بورشن وجبه معينه. تمام. حجم البورشن ده علشان نقول له والله انا هاخد منك اكل، ايوه، هو بيتعذب. يعني انت لازم تتعاطف معاه. اللي احنا بنعمله ده نوع من انواع التعاطف. انا عايزك تخس من غير ما تحرم نفسك قوي او تشعر بالحرمان. تمام. انا عايزك حتى لما تشعر بالحرمان تلاقي نتيجه. تسمع الناس تعمل دايت طول الاسبوع وتيجي تقول لك ايه والله يا دكتور انا ما خسيتش، ما جبتش نتيجه. ما انت ما عندكش حرق. تمام. لازم نرفع هذا الحرق. تمام. او تيجي تبحث وراه تلاقيه بيحط كم كبير جدا من السكر في المشروبات، او تبحث وراه تلاقي انه مشكلته اصلا كانت في منطقه معينه موضعي. لازم نظبط الحرق لكن لازم نخاطب هذه المنطقة موضعي باستخدام كريم ما او كذا. هنتكلم بعد ما اخد خالد من المرج. اهلا بيك يا استاذ خالد. اهلا بيك يا دكتور محمد. ازاي حضرتك يا فندم؟ عليكم السلام ورحمه الله. يا دكتور محمد انا عندي 35 سنه. تمام. تمام. شاب يعني شاب، بس وزني ده عامل لي مشكله جامده جدا يا دكتور. كويس. انا وزني 91 كيلو. لا يا خالد ده انت لسه خالد بيهزر. خالد بيهزر. وزني يا دكتور محمد عامل لي مشكله جامده جدا لان انا سواق اصلا على العربيه. لا تمام. تمام. طول الوقت كله سفر. طيب طولك كام يا خالد؟ ايه؟ طولك؟ انا طول يعني ما 70 سم في حاجه 170. ماشي تمام. بس انا الوزن هو اللي عقبه ليا لان حضرتك انت عارف سواق وطول اليوم بقى مشكله. انت عندك كرش يا خلود، مشكلتنا في الكرش. ايوه انا مشكلتي الوزن ده عقبه كبيره جدا ليا يا دكتور محمد يعني. تمام. بس
فالوزن طبعا يعني بقى بحس كده بنهجان وكتمه، حاجه ما بقدرش اتنفس اصلا بس بسبب وزني يعني. تمام يا استاذ خالد، شكرا ليك يا استاذ خالد. اسمعنا عبر التلفزيون هنجاوب حضرتك، نستكمل يا دكتور وهدي لحضرتك فرصه تجاوب المشاهدين. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على الفايبر واتكلمنا على القهوه، في منتج الشاي لو الفاينل او اعشاب يعني، لا بس انت تطلق عليه شاي. هو لا هو شاي اخضر شاي طيب انا بس خليني انا عايز اقول تاني الله عليك وعايزكم تحفظوا بقى ورايا. مفيش حاجه اسمها اشرب قهوه خضراء، مفيش حاجه اسمها اشرب شاي اخضر علشان اخس. اشرب الكلام ده عشان مزاجك. انما عايز تخس هتاخد الخلاصه الطبيه للعشب. الخلاصه الطبيه للعشب يعني خلاصة القهوة الخضراء ممكن نطلعها من 100 جرام قهوة خضراء نطلع جرام، خلاصة الشاي الأخضر من 100 جرام شاي أخضر نطلع جرام، لكن مفيش حاجة يا فندم، مفيش حاجة يا دكتور محمد اسمها أعمل كوباية شاي أخضر وأبقى كده خدت دواء، ده مش دواء، ده مش علاج. العلاج هو الخلاصة، فخلاصة الشاي الأخضر المضاف ليها مجموعة مضادات الأكسدة وظيفتها إنها ترفع الحرق. إحنا ليه اخترنا إن إحنا نرفع الحرق يا جماعة؟ عندنا ثلاث أسباب مهمين. رقم واحد، انت قاعد في البيت لا تمارس نشاط حركي، ما بتتحركش ما بتتمشاش. معظم السيدات وطبعا قطاع كبير جدا من الناس في الفترة اللي فاتوا قاعدين في الحجر المنزلي، ربنا يفك الايام يا رب، ونسأل لمصر السلامة وللأمة الإسلامية وللعالم جميعا الصحة والسلامة. خلينا نقول انه هذا القطاع الضخم من الناس لما قاعد في البيت وفقد هذا الجزء من الحركة ابتدى يقل معدل الحرق بتاعه، لازم نضيف جزء يزود الحرق. رقم اتنين، في ناس بيبقى عندها مشكلة يا دكتور محمد ان عندها سبب عضوي يقلل الحرق، زي الناس بتاعت الغدة الدرقية حرقهم بيقل نتيجة سبب عضوي. تمام. الناس بتاعت تكيس المبايض حرقهم بيقل نتيجة سبب عضوي. طيب الناس دي هل هتقدر تعمل دايت بدون منتج يزود الحرق ويكون آمن مع بقية المشاكل؟ تسلم. ويكون آمن. تسلم. إذا كانوا بيتعاطوا علاج آخر أو بيروحوا لدكتور آخر؟ لا، لازم هتاخد حاجة ترفع لك الحرق وفي نفس الوقت أنت متأكد تماما أنها آمنة مع معظم الأدوية الطبية وآمنة مع معظم الحالات المزمنة. أخيرا، أيوة، السكر. السكر طبعا السكر من الحاجات اللطيفه اللي احنا رايحين جايين على المطبخ بنلعب بيها. صح. السكر من السموم البيضاء، السكر الابيض من السموم البيضاء. ويعني ايه من السموم البيضاء؟ يعني انا الافراط في تناول السكر يؤدي الى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، اذا ارتفع مستوى الجلوكوز في الدم بيزيد حاجه اسمها مقاومه هرمون الانسولين، يعني يبقى هضم جسمك للسكر وحش فيبتدي يتخزن. يتخزن فين؟ الاول بيبقى دهون في جسمك كله، وبعدين طبعا مش جسمك انت يا حبيبي، لا جسمك مش بفول عليك، لا لا يا دكتور انا مش هسيبك، انت لازم تقول لي بعد الهوا. طيب بعدين بعد ما جسمنا يحتار يودي فين ولا فين، يبتدي يودي على الاعضاء الداخليه. نسمع بقى عن الكبد الدهني، نسمع عن المبايض الدهنيه، نسمع عن زياده الدهون على الاعضاء الداخليه. إذا أنا لازم أستخدم، إذا حسينا إن ابتدى يحصل زيادة في محتوى السكريات في جسمنا أو بناخد كم كبير من السكر أدى إلى زيادة الوزن، ناخد السكر الدايت بحيث نقلل كمية السعرات الحرارية اللي داخلة جسمك. وكل سعر حراري أنت بتوفرها يا دكتور محمد هو مكسب، لأنه هيبقى قدامه جرام، كل سعر قدامه جرام، فأنت وفر على قد ما تقدر من السعرات اللي داخلة علشان تزود الجرامات اللي نازلة. وطبعا الكريم، الكريم اهو قدام حضراتكم على الشاشه، هتبقى العلبه ست المحتوى بتاعنا ست منتجات او تركيبه خاصه بكورس التخسيس، شنطه التخسيس هيكون معاها التعليمات، هنوريها برضو لحضراتكم، كراسه موجوده. الدكتور احمد لم يتوانى في انه يظهر لنا كل حاجه. بعد ما نتكلم عن الكريم هنقول اتفضل، ده الكريم يا دكتور. الكريم ده مهم، ليه ثلاث مهمات: تغذيه البشره، لا اضغط لتحت يا دكتور محمد، معلش بضغط لتحت وعشان تتفتح. طب تسمح لي؟ معلش. طب ماشي اتفضل. برضه مش موضوع محتاج احتراف برضه. عمك ليه عم صحيح. تمام يا دكتور ماشي، استنى بس انا هنضيع هنضيع. طب خد يا دكتور محمد وهدور على الكتالوج بعد الحلقه.
طيب هو الضغط على العمر، هو لازم تضغط عليها عشان تظهر بتاع الفوق بس خايف تضرب في وشه. لا طب خليه عشان البدله الشيك. الحمد لله بالظبط عشان تعرف يا دكتور برضه يعني دكاتره الطب يعني بالذات دكاتره الاعلام. طيب ده هل هي واحده بس على المنطقه؟ طبعا هي تحضر شويه. ايوه ده زي الجل. ليه جل؟ أيوة. علشان يسهل امتصاصه. تمام خلاص تمام. احنا لما بنيجي نستخدم الجل ده هوت على المنطقه اللي احنا عايزين نشدها او عايزين يعني نزود حرق موضعي. ماشي صح. في ناس فعلا بتيجي تقول لك انا عندي لزق في ايدك يا دكتور محمد ولا لا؟ لا ده خالص. طب ممكن تشم ريحته وتقول لي ايه رايك؟ مقبوله جدا. طيب يبقى احنا لما باجي استخدم هذا الكريم ده بيبقى عباره عن مجموعه تركيبات، منها مثلا الكافيين اللي بيزود حرق الدهون، منها الكارنيتين اللي بيزود. ده بيتهيالي لو اتحط على الوش يدي لمعه، يعني انا حاسس ان اللمعه في ايدي الجل ده يعني بالاضافه. لا بس خدودك مش كبيره يا دكتور محمد، خدودك جميل عايزه تتداس. ربنا يخليك يا دكتور. لا خلينا نتكلم على زياده المناطق معينه، يعني مثلا الرجاله زي خالد اللي كان بيشتكي من زياده حجم بطنه. ايوه وقال انه سواق، معنى كده ان بطنه بتاثر على ظهره، فغالبا بينزل من العربيه تعبان لان بطنه مشدوده قدامه وشد ظهره. ده يبقى رائع. يا سلام لو خالد قلل الاكل وخفض ال 91 كيلو دول لو وصلنا ل 80 مع الاستخدام الموضعي للكريم على بطنه. تمام هيجيب نتائج ممتازه جدا. مش هدوشك بالعناصر اللي موجوده في الكريم، لكن خلينا نقول انه ملم بترطيب البشره. تمام. ملم بتغذيه البشره عشان الترهلات وعلشان نرجع تاني المطاطيه والمرونه بتاعه الجلد، زائد طبعا حرق الدهون باستخدام الكارنيتين والكافيين، ودي مركبات مهمه جدا. ريحته حلوه قوي، ما بيلزقش، ما بيعملش حركات، ما مش يعي يعني. هايل يا دكتور، فعلا ما بيلزقش خالص. لا. انا تعمدت يعني. المنتج تقريبا بيمتص، هو طبعا لسه موجود بس مش حاسس. لا هو طبعا ما احنا مش هندهن المنتج يا دكتور محمد ونسيبه، هو ليه طريقه استخدامه. هو الاستخدام بحركه دائريه، تدليك دائري على المناطق اللي احنا عايزين نخفضها. طيب. تدليك خفيف لغايه ما يحصل له الامتصاص الكامل. الشنطة اللي قدام حضراتكم دي محتواها موجود في خلف العلبة اهي. الشنطة دي ادي الحاجات موجودة، ست حاجات موجودة معاكم، او الدكتور احمد تعمد ان الست اشياء دي تبقى موجودة داخل هذه العلبة علشان يقدر يحتوي معظم المشاكل، يحل معظم المشاكل دي. ده طريق نظام غذائي، او طريقة كمان انت ازاي تستخدم كل المنتجات دي موجودة مع حضراتكم داخل العلبة. ازاي تستخدم المنتج ده امتى بالظبط، ازاي تدهن، ازاي تشتغل المشروبات، كل مشروب دوره ايه. ده جدول بالسعرات الحرارية علشان حضرتك لما تيجي تحب تاكل اي حاجة تبقى عارف ايه الاكلة دي بتقللها، بس انت حاسس ان هي مليانة. فيها في الاخر ملاحظات، تقدر تكتب كل الملاحظات فيها علشان تقدر تتواصل، وهنبقى معاكم في اي استشارات طبيه في اي وقت. تقدر طبعا الاستشاره يا دكتور، احنا ازاي في خلال كام تقدر تخس ايه؟ طيب احنا يعني ما نقدرش نقول رقم معين يعني، لكن احنا عندنا متوسط شهري اللي هو 8 كيلو، وده معقول جدا ان احنا نفقد 2 كيلو اسبوعيا، دي حاجه كويسه. تمام يا دكتور تمام. بيبقى في اثار جانبيه ممكن تاثر عليا في استخدامك للست اشياء، سواء المنتجات اللي حضرتك شرحتها لنا بطريقه هايله وبنشكر حضرتك عليها. اطلاقا مستحيل. طيب ليه حضرتك ما عملتليش كل دول، حطيت لي شويه فايبر مع شويه شاي مع شويه قهوه، وقلت لي خد التضريبه دي على السكر؟ ما هو احنا لازم يعني انت خد دي بس يعني علبة متكاملة، هل هينفع ان انا ادرب الحاجات دي؟ لا لا، هو يجب ان احنا ناخد كل منتج لوحده علشان يعمل الوظيفة بتاعته. مش من شوية كنا بنقول يا دكتور محمد في منتج شغلته الشهية لكن هيساعد في الحرق، في منتج تاني شغلته الحرق لكن هيساعد في الشهية. خلاص، فاحنا لازم بناخد الخلاصة الطبية بالشكل السليم الآمن الغير مؤذي والذي لا يسبب أي أعراض جانبية أو أضرار. تسلم لنا. الفاينل أو الشاي، احنا قلنا ان دي خلاصة الشاي الأخضر المدعمة والمضاف ليها مجموعة خلاصات طبية وفيتامينز بتزود الحرق كويس قوي، بتغذي جسمك بمجموعة فيتامينات. خد بالك مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان احنا مش بناخد دواء تخسيس بس، بناخد دواء تخسيس وفيتامين. الله يكرمك يا دكتور، واحنا محتاجين الفيتامين في الايام دي.
صحيح انه طبعا احنا محتاجين ده علشان نرفع المناعه، لكن الفيتامينات دي بفيتامين سي مخصوص مهمين قوي لاكسده الدهون ولتخفيض الوزن. طيب السن عندي فوق ال 50، فوق ال 50 بتبقى انا عندي فيها اشكاليه كبيره في معدلات الحرق، انا كلامي صح ولا غلط؟ هعرف الاجابه من حضرتك ازاي نقدر نزود معدلات حرق السن الكبير بعد ما اخد مها من الجيزه. اهلا بيك يا مها. مساء النور يا فندم، اتفضلي يا فندم. معاك مها من الجيزه. يا اهلا بيكي واهلا باهل الجيزه مها. سؤال حضرتك معاك الاستاذ الدكتور احمد مشعل، اتفضلي. اهلا وسهلا بيك. انا عندي 38 سنه وطولي 157 وعندي الجيزه بتاعتي انا 72. كويس. ده هيساعدني ان انا اخس دول خصوصا ان الزياده دي في البطن والارداف. زياده بطن وارداف، تمام. تمام تمام. انا مش يعني انا ما كنتش حابه ان انا امشي على نظام غذائي، يعني انا اجوع النهارده واكل بكره، ده انا مش عارف امشي عليه. تمام يا ما فيش الكلام ده. مفيش؟ ما لا مفيش حاجه اسمها اجوع النهارده واكل بكره ده. طيب شكرا ليك، شكرا ليك يا بقى. طب انا هجوع نفسي النهارده هخس لي حوالي 2 كيلو مش هاكل. لا انت ممكن تجوع طول اليوم وبالليل كل حته شوكولاته صغيره. كله رجع. خلاص خلصت. ده كلام؟ لا طبعا. طيب. طيب نجاوب بس السؤال قبل ما اجاوب اتصالات الساده المشاهدين. حاضر. السن الكبير ما فوق ال 50. طيب. الستات قاعده في البيت مفيش حركه، فوق ال 60 نفس الحكايه الستات والرجاله. هو ايه اللي بيحصل اصلا فوق ال 60؟ بنسمع ان معدلات الحرق بتقل. ليه بقى معدلات الحرق بتقل؟ لان الرجاله بعض الاحيان، هو طبعا لان معدلات الهدم في الجسم بتكون اكثر من معدلات البناء، ولكن مفيش قاعده علميه بتقول انه الراجل ده لو عايز يخس فوق سن ال 50 ما ينزلش، او الست دي لو عايزه تخس ما تخسش. ممكن. لا طبعا بنخس وبنبقى زي الفل وزي القمر، ولكن بعض الاحيان بنبقى محتاجين عوامل مساعده. تمام. واعتقد ان في المرحله دي تساوت الحكايه كل الاعمار، كله محتاج عوامل مساعده، نظرا لانه في ناس محتاجه للشهيه وناس محتاجه للحرق، واللي هو برضه محتاجه الراجل اللي فوق ال 50 او الست اللي فوق ال 50. الراجل اللي فوق ال 50 غالبا بيبقى المحتوى العضلي لجسمه اقل من الشاب الصغير، فبالتالي بيبقى استهلاكه للسعرات الحراريه قليل، وبالتالي بيبقى الحرق عنده ايه؟ ضعيف. صح. فلما نبتدي نديله المنتج بتاعنا اللي بيزود الحرق بترتفع عنده نسبه نزول الوزن و تمام. حضرتك بتعتمد ان انت بتهجم مره واحده، انا بزود حرقك مع بقلل شهيتك، فتقليل الشهيه ما بتعملش عليا عبء في الاكل، وبخفض السعرات الحراريه، وبخفض السعرات الحراريه اللي داخل المكان اللي مضايقك، وبدهن موضعي بالدهانات. في بعض الاحيان الارداف دي بتسبب مشكله كبيره. من الارداف والكرش. والكرش طبعا طبعا. طيب يعني كان اول سؤال عندنا كانت مين؟ شيماء، 30 سنة عندها سمنة مفرطة من أسوان، الطول بتاعها 158 وقالت لك أنا عايز أنزل 50 كيلو ووزنها 95. أي طيب، هو شيماء دي مش سمنة مفرطة، دي دي سمنة إحنا لسه ما يعني ما دخلناش، بس هيك منها عشان هي الطول، لكن حاسة إن هي كافي الوزن ده فعلا إنه يأثر على المبايض. تمام. مشكلة تكيس المبايض دكتور محمد انها دايرة مفرغة، كلما زاد الاكل كلما زادت الدهون على المبايض، فهيحصل ضعف في الحرق فهيزيد الاكل فهيحصل زيادة تكيس فهيقل الحرق، دايرة وهم بيفضلوا ماشيين فيها. وطبعا الاعراض بتاعتها من اضطرابات الدورة الشهرية واضطرابات هرمونية وزيادة في شعر في مناطق غير مرغوب فيها، والعصبية تلاقي الست اللي عندها تكيس مبايض قاعدة بتصوت، وما هي حدش عارف هي بتصوت ليه، عم جسمها عمال يسخن وهي ما بتاكلش. مشكلة مشكلة، لازم هنزود الحرق، لازم هنشوف المناطق اللي فيها تجمعات دهون زي منطقة البطن زي منطقة الجوانب، ودي اللي احنا بنخاطبها بالكريم، هنزود الحرق وهنقلل المناطق الموضعية، وفي نفس الوقت هنخفض السعرات الحرارية باستخدام السكر. الأستاذ خالد من المرج، 91 كيلو، الطول 170، نفس الحكاية بس عنده زيادة في الكرش وهو سواه. خالد ليه حق، هو مع يعني أنا في البداية قلت له أنت بتتدلع يا خالد، لكن هو ليه حق، قعدته على الكرسي وقت طويل مع وجود الكرش لازم هيجيب له شوية ألام في الظهر، لأنه بيقلل الميكانيكا، يعني بيحصل اختلاف في الميكانيكا بتاعت الفقرات بتاعت الظهر، فبالتالي بيحصل ألام أسفل الظهر وينزل من العربية تعبان. رأي يا خالد هنقلل أكلنا، هنمشي على أكل صحي هيوصلك مع المجموعة،
وفي نفس الوقت هتستخدم الكريم على بطنك تخفض وزنك شويه حتى تلاقي براح بينك وبين الكالسيوم. تمام. الجدول السعرات الحراريه ده الاكل الصحي اللي الدكتور احمد بيقول عليه هيبقى موجود مع الشنطه اللي هتوصل لكم بالمحتوى بتاعها، تقدر تعرف ايه الاكل الصحي اللي انت تقدر تاكله بره البيت جوه البيت في اي ونزود مكان سوائل. وتقدر تزود سوائل زي ما الدكتور احمد بيقول. معانا اتصالات كتيره جدا خاصه بالدكتور احمد. نسمه من القاهره، اهلا بيك يا نسمه. نسمه عليك. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك. وطي التلفزيون بعد اذنك يا نسمة. الاستاذ الدكتور احمد مشعل مع حضرتك. ماشي يا دكتور احمد. اهلا يا قمر. انا عندي المشكله في البطن يا دكتور. طب وزننا ايه وسننا ايه وطولنا ايه؟ انا سني 26 سنه، وزني 115. وطولك؟ لا مش عارفه الصراحه. يجي قد ايه كده يعني؟ بس وزنها 115. طويله. ماشي. طيب في عندك اي مشاكل صحيه؟ عندي سكر. سكر. شكرا يا نسمه. شكرا ليك يا نسمه. نسمه مشكله في البطن 115. معلش، معانا يمنى. يمنى. ايوه. اهلا بيك يا يمنى. اهلا بحضرتك، ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي، اتفضلي. الو، اتفضلي يا يمنى، معاك الاستاذ الدكتور. ألو؟ احمد مشعل. سامعينك، سامعيني كويس. يمنى صوتها متحمس. قولي يا يمنى. سامعينك، اتفضلي، اهلا بيك يا يمنى. الو، سامعينك، احنا سامعينك، الدكتور احمد معاكي، قولي سؤالك. ايوه استاذ محمد، اتفضلي. قولي سؤالك، اتفضلي. ايوه، ازاي حضرتك؟ ازاي ممكن اكلم الدكتور؟ معاك. يلا انا معاك. ايوه يا دكتور، اتفضلي. ايوه يا فندم، حضرتك انا عندي 26 سنه، وزني 72 وطولي 158. كويس. انا جسمي من فوق عادي بس عندي بطن وارداف. حاضر. وعندي جناب كده بسيطه. حاضر. خدت حاجات كتير، وزني بينزل من فوق ووشي بيرفع، بس نفس المنطقه بتاعت الجناب والبطن زي ما هي. تمام. ففي حل للموضوع ده ولا لا؟ عشان موضوع الارسال كمان. طبعا طبعا يا يمنى. عيني. طيب يا يمنى. ايوه يمنى، هتشكر الدكتور احمد. أيوة لو حضرتك اتفضل. هتشكر الدكتور احمد لو ظبط المسائل كلها يا يمنى مره واحده. لا يمنى، طيب. الدنيا عندها مش ان شاء الله تبقى تشكرني. طب قالت هتشكرك على الهوا، هتعزمك. 26 سنه، قالت حاجات حلوه قوي. طيب احنا قالت انا باخد حاجات. احنا خلصنا وخلصنا خالد عشان ما ننساش حد. في عندنا خالد مها كان 38 سنه، 157، 72 كيلو. 58 كام سنه؟ 38 سنه. 157 طول، 72 كيلو. مها مش يعني الوزن مش زياده قوي، وانا فاكر كان عندها السكر. ايوه لكن احنا عندنا لا السكر. النسمه من القاهره. 115 نسمة. طيب. زيادة عموما اذا احنا يا مها احنا محتاجين نفصلنا في حدود العشرة كيلو. العشرة كيلو هنجيبهم اذا قللنا الشهية شوية وزودنا الحرق بتاع جسمك شوية، اعتقد المجموعة تبقى ناجحة معاكي ومش هتكملي شهر يعني. الله. هنخلص على طول على طول. تسلم يا دكتور. طيب هل بعد الشهر لو هي نزلت حضرتك تقول لها خدي كمان دليل؟ معلش عفوا، اوعى تفتكروا ان الشنطه دي بالمحتوى اللي موجود قدامكم على الشاشه سعره غالي. ده بالعكس. الدكتور احمد او الشركه المسؤوله، الدكتور احمد بيشرف على الحاجه، قالوا لنا حاجه كويسه جدا ان السعر بتاعها بيعادل سعر المنتجات اللي موجوده في السوق، بل بالعكس ده أقل بكتير. مش علشان حاجه، عشان هم بيرضوا الله في ذلك. علشان كده جايبين لكم الحاجه. فانت شهر، لو هي خدت شهر كمان يعني نقدر نقول ان احنا هنمشي على تظبيط النظام الغذائي لفتره اطول بحيث ان جسمها يتعود. يعني 3 شهور تقدر تظبط نفسها ال 10 كيلو دول اللي حابه تنزل. ممتاز. طيب نسمه بقى مشكلتها في البطن 115 كيلو، هي طويله بس عندها لا سكر. طبعا نسمه مش بطنه بس. نسمه بتجامل نفسها. نسمه 115 كيلو، نسمه لازم تنزلي وزن كتير علشان خاطر وزنك ما يضغطش على ظهرك، ما يضغطش على مفاصلك. لازم تعرفي انت مشكلتك في الحرق ولا في الشهيه، وايا كان اذا كان هنا ولا هنا المجموعه هتحله. طبعا البطن انت ليكي حق، لان البطن بتاثر على الحاله النفسيه بتاعت البنات غالبا، فالكريم بتاع التخسيس الموضوعي هيحل لك الموضوع بسرعه بسرعه. تمام. طيب ناخد فاطمه. فاطمه اهلا بيكي يا فاطمه. الو الو، اتفضلي يا فاطمه. السلام عليكم. عليك السلام. السلام.
انا حضرتك والدتي عندها 62 سنه ووزنها زايد كويس، وعندها سمنه لما بتطلع السيالين مش بتقدر تمام، وبتنهج على طول مش بتقدر تعمل نظام غذائي، هل ده ينفع لها المنتج ده؟ تمام. ما بتقدرش تعمل نظام غذائي ليه؟ عشان مش بتقدر، عشان هي ست كبيره ولازم بتحب الشاي بلبن قوي. لا مش شاي بلبن، ما فيهوش مشكله. انا افتكرك هتقولي بتحب الكوارع. طيب هي محتاجه ان هي تخس. هي بتشرب شاي بلبن يجي 5 مرات في اليوم. هي فاطمه طب هو بابا عايش؟ اه الحمد لله. طب ربنا يديله الصحه، يعني هي عايزه تجمل نفسها قدام باباكي يعني. ما حاجه ما تزعلش. انت زعلانه ليه؟ لا مش زعلانه. طيب هنخسسها ان شاء الله وهنرجعها شباب، هتبقى قريبه منك في السن. شكرا ليك يا فاطمه. طيب نسمة مشكلة في البطن، بس انت حضرتك قلت لي لا ده مشاكلها كتيرة. لا مش مشاكلها كتيرة، لكن اقول انه مش بس بطن، احنا مش ما تتعامليش مع نفسك موضعي، لا انت جسمك كله لازم يحصل لك تخفيض عام في الوزن. يعني احنا لو قلنا حتى ان طولك 175 فانت بكتير جدا تبقي 85 كيلو. تمام. ففي على الاقل 25 كيلو لازم يطيروا. حيل 25 كيلو لازم يطيروا، هتمشي مع حضرتك وقت كام؟ حوالي 3 شهور. بالمجموعة 3 شهور. خلال 3 شهور ان شاء الله. طب اقول لحضرتك حاجة، في خلال 3 شهور انا ما ملش، انا ما اتعبش. تتعب يعني وتمل لما تشعر بالحرمان. احسنت. تتعب وتمل لما ما تلاقيش نتيجة. احسنت. غالبا كل ما هنلاقي نتيجة كل ما حماسي هيزيد. انا عايز اكمل. يا سلام. اتعب وامل لما اشعر بالحرمان، طول ما انا قاعد عايز اكل لازم هيجي مره ويفلت مني الموضوع، لكن لو الشهيه مقفوله والنتيجه ظاهره لا ان شاء الله هنكمل. عمرو اديب الطب. الله يكرمك. الله يكرمك. مقنع. الله يخليك. طيب يمنى 26 سنه 72 كيلو 158 عندها الارداف. قالت خدت الحته اللي لفت نظري في يمنى، بس قالت خدت حاجات كتير، الوش بتاعها بيخس بعد كده بترجع تاني. فهي دكتور دي اشكاليه، هل الكورس اللي موجود او المجموعه في كورس التخسيس في شنطه سبا بتاثر على الوش؟ لا فيها فايده متكامله. لا خلينا نقول بقى موضوع مهم قوي. تمام. لا الكورس اي كورس في الدنيا سبب ولا سبا هيبقى سبب، لكن هو ده بيحصل نتيجه ان احنا ما بيبقاش النظام الغذائي بتاعك متوازن وما بتاخديش كميه السوائل المناسبه. لازم رقم واحد يكون النظام بتاعك متوازن، فيه فواكه، فيه خضار، فيه كمية سوائل كبيرة علشان خاطر تحافظ على صحة بشرتك وتغذي نفسك بكمية الفيتامينات اللي انت محتاجاها. ينفع الرجيم عموما ما هوش صيام، هو تنظيم أكل وتغيير طبيعة الأكل. بدل ما أكل الفراخ محمرها هاكلها مشوية، بدل ما هاكل مخلل هاكل سلطة، بدل ما هاكل البسبوسة هاكل فاكهة، ونضيف إليه المنتجات اللي بتخفض الشهية بأمان وبتزود الحرق بأمان وفي نفس الوقت بتخاطب مكان معين موضعي. زي انت قلتي مثلا البنوته اللي كان عندها الجناب، مش كده؟ هي السؤال الجناب بتاعك. ما هي السؤال بتاعك اذا انت ارداف وجناب. وشك بيخس لانك انت بتخاطبي مكان غير اللي انت عايزاه. لازم تحفزي الحرق في المكان اللي انت عايزاه ونزول الوزن من المكان اللي انت عايزاه، خصوصا اذا كنا بنتكلم عن السيليوليت او الدهون صعبه النزول. أيوة. اللي هي الدهون البنيه، ودي هتجيب نتيجه كويسه جدا. اذا استخدمنا الكريم مع المساج فهنقلل الدهون، هنشجع جسمنا لما نزود الحرق انه يخرج هذه الدهون عن طريق المخارج الطبيعيه. طب حضرتك بتقول انت بتختاري مناطق، حفزي الصح. التحفيز الصح اروح للجناب اللي ما بتنزلش او الارداف اقول لها انزلي انزلي انا بحفزك؟ لا لا انت حضرتك مديني منتجات. طبعا هنستخدم الكريم بالمساج كريم علشان يزود الدوره الدمويه بتاعه هذه المنطقه اللي فيها دهون صعبه الوزن. تسلم لنا فعلا. طيب فاطمه 62 سنه، والدتها يعني 62 سنه. بص المشكله الرئيسيه بتاعتها. أيوه. صعوبه التنفس. تمام. طيب واحنا قلنا في بدايه الحلقه ان التنفس السمنه بتاثر على حضرتك على قلت النفس. التنفس يجي يقول لك ده انا عندي مرض انا عندي كذا الحقني يا الحقني. لا ما عندكش، انت عندك دهن، ما عندكش فيروس. كويس. ف لا كلما زاد حجم البطن كلما ضغطت على الحجاب الحاجز فقللنا المساحه اللي احنا بنديها للرئه علشان تمتلئ بالهواء وتغذي جسمنا بالاكسجين. لازم طبعا هنقلل الوزن العام. انا مش عارف طبعا وزن ماما كام بالظبط. انا سعيد قوي ان انت مهتمه بماما، ويا ريت كل الشباب اللي في البيوت يهتموا بامهاتهم علشان يردوا لهم جزء من الجميل اللي هم بيعملوه معاهم. يا ريت كلنا نبص حتى المتزوجين وسايبين ماما وقاعدين في بيت تاني، لو ماما تخينه يا ريت تساعدها ان هي تحسن صحتها العامه.
تنزل منطقة البطن اللي مأثرة على النفس، تنزل الوزن اللي مأثر على المفاصل. خد بالك انه زيادة الوزن في السن الكبير بتبقى من محفزات الكوليسترول وانسداد الشرايين، طبعا الله اكبر على السامعين يعني، او صعوبة التنفس او ارتفاع الضغط، فكل الحاجات دي بتؤدي الى مشاكل. ياريت ان احنا نستخدم المجموعة مع ماما. كان اسم البنوتة ايه؟ فاطمة. يا فاطمة استخدمي المجموعة مع ماما، وطبعا هنخلي ماما تاكل اكل صحي وتزود السوائل، وما نبذلش مجهود كبير الا لما يحصل تخفيض في الوزن، يعني نخلي عدد طلوع ومرات طلوع ونزول السلم مش كبير علشان ما نأثرش على المفاصل وعلى الضغط. تمام يا دكتور، تسلم. هناخد امينه من القاهره. اهلا بيكي يا امينه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ معاكي الاستاذ الدكتور احمد مشعل، اتفضلي. اتفضلي يا امينه، سؤال حضرتك. بس وطي التلفزيون بس علشان نعرف نكلمك، لو ما وطيتيش التلفزيون الاستاذ احمد الدكتور احمد مش هيجاوبك كويس. ايوه كده. لا يلا يلا معاك الدكتور احمد، اتفضلي. انا يا دكتور عندي 43 سنه لسه شباب. لا لا، وبعاني من سمنه يا جماعه، يعني سنه سنه قطع عمليه غده. غده تمام. وباخد برشام ضغط. جسمي عمال يملى قوي يا دكتور. طيب فيتامين دي اخباره ايه؟ عملت التحليل ولا لسه؟ تحليل ايه؟ فيتامين دي بتاع الغده اللي بعمله بس بلاك. لا لا لا، فيتامين دي. فيتامين دي لا ما عملتش ولا. طيب كوليسترول؟ لا ما تكبش مني يا دكتور. طيب متشكرين جدا. طيب في حاجه تانية يا امينه؟ هي كان قالت وزنها؟ لا لا وزن، لا هي بتقول سمنه تقيله. طب انت عارفه وزنك كام؟ فصل. امينه اسمعينا عبر التلفزيون. طب بص، غالبا الحالات اللي عندها مشاكل في الغده الدرقيه بيبقى غالبا عندهم مشكله في الميتابوليزم او نظام الايض بتاع جسمنا للدهون، في نفس الوقت بيحصل نقص في فيتامين دي. يستحسن طبعا ان احنا ناخد مكمل غذائي فيه فيتامين دي، وهنستخدم المجموعه بتاعتنا علشان نقلل الشهيه ونرفع الحرق، فيحصل نزول سريع في الوزن. تمام حضرتك استاذ امينه، بعد ما تعملي حضرتك الفيتامين دي هتطلبي الكورس والدكتور احمد. لا بالتوازي الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض نمشي، يعني هناخد مكمل غذائي فيه فيتامين دي وناخد تمام. المكملات الغذائيه اللي بتقدر تتواصلي معانا والدكتور احمد يقول لك ايه النوع اللي حضرتك هتاخدي فيه من الفيتامين دي. اتنين احنا قلنا دكتور حضرتك لما قلت السن الكبير واحده واحده النهجان ده بسبب تراكم السن. طبعا مفيش كلام. طيب التعليمات اللي تقدر تقولها للمشاهدين علشان نقدر نوصل ان احنا من ام حبيبه. ام حبيبه من القاهره. ام حبيبه. ام حبيبه مشيت. فاصلت. شكرا ليك يا ام حبيبه، معلش حاولي مره اخرى. طيب. الكورس اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشه هتقدروا تشوفوه في المحتوى ده، في الانظمه وطريقه الاخذ او الحاجه اللي انتوا عايزينها. ام حبيبه معانا تاني. ام حبيبه اهلا بيك يا ام حبيبه. دكتور هو انا عندنا ولادتي قيصريه وبطني هي ملقاني. تمام. بطنك زياده حاسه فيها دهون ولا ترهل يا ام حبيبه؟ لا ترهل يعني. ترهل. تمام. عندك كام ولاده قيصري؟ هي ولا واحده بس يا دكتور. سنك قد ايه؟ 26. كام؟ 26 سنه. وزنك قد ايه؟ وزني 70. والطول؟ عارفه طويل. انا طويله يعني طويله قوي. طويله. طب كويس، كتر خيرك. شكرا ليكي ام حبيبه. طيب ام حبيبه حلوه، هتدخلنا في حته الولاده القيصري، ان معظم الولادات طيب. الولاده القيصري اي مشرط هي الولاده القيصري. ايوه بيقلل قوه العضلات في المكان اللي دخل فيه. تمام يا دكتور. يعني اذا عشان كده بقى اي ولاده قيصري بيحصل تمام. ترهل في العضلات وترهل في الجلد. الترهل بتاع الجلد ناتج عن ان الام كانت بطنها ممدوده لفتره طويله منتفخه طبعا علشان خاطر الحمل. رقم اتنين بيحصل الضعف بتاع العضلات نتيجه انه الفتح بتاع الولاده القيصريه. اليومين دول في عندنا ناس دكاتره متخصصين في التعامل مع السيدات بعد الولادات القيصريه علشان خاطر نزود قوه العضله، نحسن الشكل العام بتاع الجلد، ايه التمارين اللي تتعمل. لكن عموما غالبا السيدات بتكسل ومامتها بتقول لها احنا طالما البيبي نزل هنحط مكانه فرخه محمره
او ده الجالب او هنشرب مغذب السمنة او هناكل مش عارف ايه، فتلاقي مكان البيبي بقى فيه كرش وحصل الترهل بتاع الجلد. طبعا كل هذا الكلام غلط. اذا حصل الترهل احنا هنبتدي نغذي جلدنا يا ام حبيبة بالكريم اللي بيبقى فيه مجموعة من المغذيات والمرطبات بتاعة الجلد وإذابة خفيفة للدهون باستخدام الكافيين والإلكارنيتين، ودي من المكونات الرئيسية بتاعة الكريم. طبعا هتزودي الحرق بتاع جسمك شوية علشان نخرج هذه الدهون من جسمك بعد ما تعملي المساج في البيت. لكن مهم قوي انك انت في البيت بعد ما تخلصي، يعني لما ربنا يكرم بإذن الله وتفتح النوادي والأماكن الرياضية، انك انت تبتدي تمارسي النشاط الرياضي اللي يحافظ على صحة عضلات بطنك. تمام. بشكرك طبعا الاستاذ وليد مخرجنا الجميل، بس يا ريت قبل ما اختم بس نوري الساده المشاهدين الشنطه او محتوى الشنطه اللي داخل الشنطه، خرجناها بره الشنطه. الشنطه موجوده قدام حضراتكم على الشاشه. الكورس بتاع التخسيس او شنطه التخسيس ست حاجات حضرتك يا ريت تقولهم لنا سريعا، ست حاجات وكل سريعاً. حاجه سريعا لقطه بتعمل ايه في لحظه سريعا. مضاد اكسده وحرق قوي جدا هنلاقيه في القهوه الخضراء وفي الشاي الاخضر، دول منتجين. هنقفل الشاي بقوة ودي بديل بالون المعدة، وهنلاقيها في منتجين اللي هو السبا فايبرز، ودي هنلاقيها بالأناناس وهنلاقيها بالبرتقال. هنقلل محتوى السعرات الحرارية اللي احنا بناخده لأننا هنوفر السكر الأبيض وهناخد سكر دايت، وهنبتدي نخفض المناطق اللي فيها زيادات موضعية زي البطن والأرداف والكرش باستخدام الكريم اللي فيه مجموعة جامدة جدا من الفيتامينز ومضادات الدهون زي الكافيين والإلكارنيتين ومرطبات البشرة. استاذ الدكتور احمد مشعل انا شاكر حضرتك وتواجدك معانا، عمرو اديب التخسيس الله يكرمك نجم متالق احنا بنشكرك. اخيرا ما لو واحده لسه حامل لسه ولاده تقدر تاخد المنتجات؟ لا يوجد ابدا موانع الا الحمل، اذا كانت حامل اسال الطبيب المتابع. تمام. لكن غير كده انت امن تماما ايا كان المشكله اللي عندك. تمام. ايا كان العلاج اللي بتاخده لانه لا يتداخل بعد الاطفال الاطفال في سن التسع سنين العشر سنين. 9 سنين 10 سنين ما عندناش مشكله ان هو ياخده، لان غالبا سنه الاطفال بتؤدي الى تشوهات العظام. صحيح. وضعف البنيه الجسديه. تمام. والطفل طاقته ما بتبقاش كويسه ان هو يتحرك. تمام. فانت تقدر تحسب من 8 لمليون سنة نقدر نمشي كويس. شكرا لك استاذ الدكتور احمد، نورتنا وشرفتنا. اعزائي المشاهدين نقدر نحصل على المنتجات عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه، هيجي معاها النظام الغذائي وطريقه استخدام المنتجات، موجود عندكم جدول السعرات الحراريه والوجبات الضروريه اللي انت لازم تاكلها، كتيب فيه كمان الملاحظات اللي انت تقدر تكتبها. اعزائي المشاهدين انا بشكر كل زملائي خلف الكاميرات المصورين والمخرجين صوت كل من ادار هذا العمل، على راسهم طبعا استاذي وحبيبي الاستاذ وليد عماره المتالق دائما. انا بشكر على المجهود الكبير ان انت تخرج حلقة بالقوة دي. شكرا لكل زملائي، وان شاء الله نلتقي بكم مجددا. كلام في الطب لا كلام في السمنة او كلام في التخسيس ان شاء الله مع الاستاذ الدكتور احمد مشعل. تحياتي محمد الدالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.